أبي ما في شارع بعين دحين تناشق على أسرتي مع باقي اللي أنا أصرف عليهم كل شيء. أنا اسمي أنس وصيب سيف، عمري 12 سنة. أنا أشتغل بورشة حديد من الساعة 7 إلى الساعة 6، أحيانا أسرع أحيانا أقص أحيانا أرنق أحيانا أنقش أي حاجة أنا أعمل. لا الساعة لما تبدأ الساعة 6 أوقف. أنا وقفت الدراسة علشان ما فيش أحد يرد يشق على أسرتي، أدرس إخواني الباقي من لون 4 وأنا 5. أحنا من أفتح ورشة أبي وأشق على أسرتي وأدي لهم مصاري وأدرس إخوتي لآخر الجامعات وأطبخ أي شيء.